أسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم إحنا في زيارة إلى الخوانق المائية فينتغار غورج. بسم الله. الخوانق المائية في فينتغار تقع شمال غرب سلوفينيا، قريبة من بحيرة بلد واللي تبعد عنها 5 كيلومتر فقط، والعاصمة اليوبليانة تبعد عن الخوانق حوالي 64 كيلومتر. طبعا الواحد ممكن يزور الخوانق من فلاخ في النمسا واللي تبعد 55 كيلومتر. اللي حيزور الخوانق بالسيارة في مواقف مجانية عند المدخل، والناس اللي حتستخدم النقل العام أقرب محطة قطار هي بودهم واللي تبعد حوالي 1.5 كيلو عن الخوانق. خلينا ناخذ بعض المعلومات الهامة عن خوانق فينتغار قبل لا نبدأ الزيارة. طبعا هي عبارة عن ممرات مائية سياحية، تكلفة الدخول للأطفال 2 يورو وللبالغين 4 يورو، المدة التقريبية للزيارة من ساعة إلى ساعتين، ومن الأنشطة اللي الواحد ممكن يسويها أنه ياخذ جولة في المكان ونلتقط بعض الصور. هذا منطقة المواقف الخارجية، طبعا المواقف مجانية، وهنا يبدأ طريق المشي إلى الخوانق. احنا الان عند المدخل، توغنا دخلنا منطقة الخوانق. طبعا المكان بسيط جدا، عبارة عن ممر المياه اللي احنا نشوفه الان تحت، وفيه على الجانب ممر المشاة تاخذ لفة على المكان. طبعا في بعض الأماكن من الممر ما عليها حاجز واقي، فالمكان مفتوح على التلة على طول، فاللي معاه أطفال صغار لازم ينتبه، الممشى من هنا خطر شوي. وهنا قريب النهاية في زي الشلال الصغير، منظر جميل ومكان مناسب واحد يصور عنده. هنا وصلنا إلى نهاية المكان. طبعا الموضوع كله أخذ مننا تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة، اللي أخر شوي أنه بعض الممرات تكون زحمة فتنتظر اللي جاي، لأنه الطريق اللي جينا منه نفس اللي نرجع عليه، فأحيانا تنتظر الناس اللي مارين، فهذا اللي أخرك شوي. في النهاية ما في إلا الكوخ هذا، عبارة عن كافي، والواحد ممكن ينزل إلى الغابة، وهذا هو المجرى اللي كنا نمشي بجانبه يكمل مع النهر هذا. فالصراحة إذا الواحد تعب نص الطريق ما هو بالضرورة أنه يكمل إلى الأخير، ممكن أنه يوقف ويرجع. كذا نكون انتهينا من الزيارة، مكان حلو خفيف لطيف غير متعب. أي واحد يزور بحيرة بلد عنده ساعتين من الوقت ضروري يعدي عليه. نصيحة لكل اللي بيجي أنه ما يحتاج أنك تكمل الممشى إلى الأخير، إذا حسيت أنك تعبت بنص الطريق ارجع ما في مشكلة، لأن المناظر كلها تقريبا واحدة ما عدا الشلال اللي في الأخير. في أمان الله.